اليوم نتحدث عن أقوى اللغات في العالم والأكثر استخداماً في عام 2021، فعلى الرغم من أن عدد اللغات الرسمية في الأمم المتحدة 6 لغات، ألا وهي الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الروسية، العربية والصينية، فإن هناك بعض اللغات الأكثر انتشاراً من بعض هذه اللغات 6، ونأتي بترتيب هذه اللغات، ألا وهي الأكثر استخداماً أو الأكثر تحدثاً. في المرتبة 10 أتت اللغة الألمانية، 9 اللغة الفرنسية، 8 اللغة البنغالية، في المرتبة 7 اللغة البرتغالية، 6 اللغة الروسية، المرتبة 5 الإسبانية، أما في المرتبة 4 أتت اللغة العربية، وفي المرتبة 3 الهندية، 2 الصينية، وتصدرت القائمة وأتت في المرتبة 1 ألا وهي اللغة الإنجليزية. فحقيقة أنا تفاجأت بكون اللغة الفرنسية أتت في المرتبة 9، والناطقين بها جانب الفرنسيين مثلا كندا، بلجيكا وسويسرا وبعض الدول الإفريقية، فحقيقة مفاجأة كبيرة بالنسبة لي. فالسؤال لك أنت أخي المتابع، تتحدث كم لغة من بين هذه اللغات 10؟